السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الصف الثالث الثانوي، هنكمل مع بعض الباب الرابع، الكيمياء الكهربائية. درسنا في الحصة اللي فاتت ازاي نحسب جهد الخلية، ودينا جهود الأقطاب اللي هي جهود الأكسدة وجهود الاختزال. بس سألنا نفسنا سؤال، قلنا هي الأرقام اللي احنا بناخدها دي جهد التأكسد بتاع القطب وجهد الاختزال بتاع القطب، هل الأرقام دي حقيقية وبتتقاس ولا هي أرقام افتراضية؟ الإجابة النهاردة الأرقام دي حقيقية وبتتقاس، وبنقيسها بأداة أو بجهاز اسمه قطب الهيدروجين القياسي. ليه اخترنا الهيدروجين؟ وإزاي نعمل من الهيدروجين قطب وهو أصلا غاز؟ وليه سميناه قياسي؟ وإيه هو أصلا قطب الهيدروجين القياسي؟ أولا اخترنا الهيدروجين لأني جهد الهيدروجين بيساوي صفر، جهد الأكسدة وجهد الاختزال هو مش صفر، بس عند ظروف معينة بيكون أقرب للصفر، فقلنا هنقيس بالنسبة له باقي العناصر أو باقي المواد. فجهد الهيدروجين اللي هو جهد الأكسدة بتاعه وجهد الاختزال بتاعه بيساوي صفر، عشان كده اخترنا الهيدروجين. طب سميناه قياسي ليه؟ لأن أنا هستخدمه في معايرة الأقطاب التانية، عملية معايرة يعني أو عملية قياس، هقيس جهود الأقطاب التانية بالنسبة له أكبر من الصفر أو أصغر من الصفر وبكام تقريبا. طب إيه هو تركيب جهد أو قطب الهيدروجين القياسي؟ تركيب قطب الهيدروجين القياسي عبارة عن صفيحة من البلاتين، عبارة عن صفيحة من البلاتين مساحة سطحها 1 سنتيمتر مربع، وتحديدا حاجة اسمها أسود البلاتين. اشمعنى أسود البلاتين؟ ايه هو أصلا أسود البلاتين؟ البلاتين هو أو أسود البلاتين هو عنصر البلاتين نفسه، بس بلاتين مسامي يعني في فتحات وخروم كتير فبيسموه أسود البلاتين. واشمعنى البلاتين؟ عشان البلاتين عنصر لحد ما خامل وليه قدرة عالية على امتزاز الهيدروجين على سطحه، يعني الهيدروجين بيلتصق بيه او بالمعدن ده، ولدرجة ان هو بيغطي سطح البلاتين من الخارج. فلما بدفع تيار من الهيدروجين فالهيدروجين بيملى الانبوبة دي وبيخش جوه صفيحة البلاتين يملاها في المسام وبيغطي صفيحة البلاتين من جوه، بنى كده معايا حاجة اسمها قطب من الهيدروجين، واغمر الصفيحة دي في محلول لأحد أيونات الهيدروجين اللي هو زي حمض HCl 1 مولاري، التركيز بتاعه 1 مولاري، يبقى أنا عندي كده نصف خلية أو قطب. عبارة عن إيه؟ هيدروجين بدفعه على صفيحة من أسود البلاتين، والصفيحة دي مغمورة في أيونات للهيدروجين اللي هو الحمض نفسه زي HCl. جهد الهيدروجين هنا بيساوي صفر إذا توفرت حالات. يعني إيه؟ يعني لازم تكون درجة الحرارة اللي أنا بعمل عندها تجربة 25 درجة سيليزية أو 298 درجة كلفن، يعني دي أو دي، ويكون التركيز بتاع أيونات الهيدروجين اللي أنا استخدمتها يساوي 1 مولاري، ويكون الضغط، ضغط الهيدروجين اللي أنا بدخله جوه الأنبوبة دي، جوه الأنبوبة الإزاز دي، ضغط الهيدروجين يساوي 1 ضغط جو، اللي هو بيساوي ضغط الجو المعتاد. وتكون لو انها مش مؤثرة قوي بس يكون مساحة سطح الصفيحة دي 1 سنتيمتر مربع، صفيحة البلاتين دي مساحة سطحها 1 سنتيمتر مربع. 4 شروط اذا توفرت جهد الهيدروجين في الحالة دي هيساوي صفر، اما اذا اختلف شرط من الشروط دي جهد الهيدروجين لا يساوي الصفر. يبقى خد بالك الجهد بيساوي صفر مرتبط بالعوامل دهيت، اللي هي الحرارة 25 درجة، أيونات الهيدروجين في المحلول ده تركيزها 1 مولاري، الضغط بتاع اندفاع الهيدروجين داخل المحلول وعلى الصفيحة بيساوي 1 أتموسفير يعني 1 ضغط جو، مساحة سطح الصفيحة نوعا حوالي 1 سنتيمتر ايه مربع. دي الشروط القياسية. طيب أنا عايز أقيس قطب معين باستخدام قطب الهيدروجين القياسي، قال لي ماشي اختار. هنقول مثلا عايزين نقيس الخرصين، جهد الخرصين، قال لي هات نص خلية خرصين،
وهات ساق خرصين وأيونات خرصين زي السي يو اس او 4 تركيزها 1 مولاري عشان تبقى الخلية برضو قياسية، لأن في حالة بيبقى لما يبقى التركيزات بتاعت الأقطاب بتاعت الإلكتروليت في المحلول، تركيز الإلكتروليت اللي هو المحلول ده ما بيساويش 1 مولار، بتبقى خلية غير قياسية، ودي ليها طريقة لقياسها بس مش عليا في المنهج، اللي هي طريقة نيرنست أو بقانون نيرنست. سي يو اس او 4 واجيب قنطرة ملحية ووصل السلك اللي موصل لصفيحة البلاتين بتاع قطب الهيدروجين على ساق الخرصين على جهاز قياس الجهد الكهربي اللي هو الفولت ميتر. ألاقي المؤشر بتاع الفولت ميتر انحرف في هذا الاتجاه. هذا الاتجاه معناها إن التيار بيمر في هذا الاتجاه. التيار بيمر اللي هو الإلكترونات، معناها حصل الأكسدة هنا. يبقى هنا هيبقى أنود والناحية التانية هتبقى كاثود. والمؤشر بتاع الفولتميتر لقيت أرى الرقم 76 من 100 فولت، ده جهد الخلية كلها، بس جهد الهيدروجين اتفقنا بيساوي 0، يبقى الرقم ده هو جهد أكسدة الخرصين، لأن الخرصين بيحصل عنده أكسدة، يبقى أنا كده قست جهد الأكسدة بتاع عنصر الخرصين. طب لو عايز أعمل رمز اصطلاحي للخلية دي اللي بيكون فيها قطب الهيدروجين القياسي كاثود، قال لي بسيط، الانود اللي هو الخرصين بيحصل له اكسده زد ان موجب 2، القنطره الملحيه، بعد كده الاختزال اللي بيحصل ان ايه الاختزال؟ قال لي ايونات الهيدروجين بتختزل الى غاز هيدروجين، يعني تحصل العكس، تتحول العكس المحمل على صفيحه من البلاتين. كده النص ده اسمه نصف خليه الكاثود لما يكون الهيدروجين هنا او قطب الهيدروجين بيعمل ككاثود. طيب انا عايز اقيس عنصر تاني غير الخرصين، قال لي بسيط، نشيل نفس العنصر ده ونشيل الالكتروليت ده، نجيب مثلا نحاس سيو ونجيب هنا الكتروليتات نحاس سيو موجب 2 اس او 4 سالب 2 الكتروليت اللي هو فيه ايونات النحاس الموجب وقنطره ملحيه، ونوصل ساق النحاس ب قطب الهيدروجين القياسي وفولت متر، نلاقي المؤشر انحرف في هذا الاتجاه، معناها التيار بيمشي كده، بيمشي من الهيدروجين للنحاس، معناها ان الالكترونات بتمشي في السلك كده، معناها بيحصل هنا اكسدة وهنا بيحصل اختزال. اكسدة يبقى هنا انود وهنا ايه؟ كاثود. طب الرقم اللي اتقاس كام؟ لقيته اتقاس 34 من 100 فولت، 34 من 100 ده جهد الخلية، قال لي بس الهيدروجين بصفر، يبقى الرقم ده جهد النحاس. طب أكسدة ولا اختزال؟ قال لي جهد اختزال، لأن عند النحاس بيحصل هنا اختزال. طب لو حبيت أعمل رمز اصطلاحي للخلية دي اللي بيكون فيها قطب الهيدروجين القياسي أنود، قال لي هنعكسها، نجيب هنا الهيدروجين المحمل على البلاتين بيتأكسد إلى 2 اتش موجب لأن هو أنود، قنطرة ملحية، هنا هيبقى النحاس بقى بيحصل لها اختزال إلى سيو. كده رمز اصطلاحي لخلية بيكون فيها قطب الهيدروجين هو الانود، لكن هنا خلية بيكون قطب الهيدروجين فيها ايه؟ كاثود، يعني بعمله النص الثاني بتاع الرمز الاصطلاحي، لكن انا النص الاولاني بتاع الرمز الاصطلاحي. عملوا الكلام ده في كل العناصر، قارنوها او عيروها بقطب الهيدروجين القياسي، وعرفوا كل العناصر وكل المواد جهود اكسدتها ايه وجهود اختزالها ايه، ورتبوها في متسلسلة هنشوفها في الدرس اللي جاي اسمها متسلسلة الجهود الكهربية. طبعا في بعض الرسومات بتلاقي كاتب الهيدروجين المحمل على البلاتين، بدل ما يعمل لي شرطة كده دليل الارتباط ممكن يعملها لي زائد، يعني ده متحمل على ده برضه، وهنا نفس الكلام بيقول لي هنا ايه زائد، فمش فارقة تعملها شرطة تعملها زائد مش فارقة.